يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الأدب. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوما بعد يوم تزداد حدة المنافسة بين المتسابقات الحافظات لكتاب الله لنيل إحدى المراكز المتقدمة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. مشاهدين، أهلا بكم في هذه الرسالة اليومية. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أنا المتسابقة سارة علي إسماعيل من اليمن. أولا أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن شرفة الدهر ينبلج الضياء. لقد لبينا نداء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، جائزة أمنا المباركة فاطمة حفظها الله، التي قام على أكتافها هذا الجمع القرآني المبارك من كل بقاع الدنيا. وهذا وإن دل فإنما يدل على حبها لكتاب الله، فقد سخرت وقتها وجهدها وأموالها إجلالاً لأهل القرآن وللقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا خالصاً لوجهه الكريم. ولا ننسى أيضاً بالشكر، ومهما كتبت الألسن نطقت الألسن وكتبت الأقلام أيضاً، فلن نوفي أولئك القوم حقهم من الإخوة والأخوات المنظمين للجائزة، فهم الذين سخروا وقتهم في استقبالنا وإكرامنا وسعوا على راحتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على النبي بعد. نعم، أنا إدريس عزيزة، جيت من توغو. أشكر الله وأشكركم على بذل جهودكم في هذه المسابقة، وأشكر فاطمة بنت مبارك أن يطول عمرها وأن يبارك في عمرها وأن يجمعنا في جنة العالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اسمي فاطمة بردوشي من ألبانيا، متشاركة في مسابقة شيخة فاطمة. الحمد لله أنهيت المسابقة، وأشكر القائمين على هذه المسابقة لأنني بسببها قويت حفظي وتلاوتي وتجويدي، ولله الحمد. أدعو لكل المتسابقين التوفيق. إنه لشرف عظيم أن تجتمع المتسابقات الحافظات من شتى بقاع العالم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم للمنافسة القرآنية في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله تعالى. هذه المسابقة والتي تعد الظاهرة الأولى النسائية القرآنية العالمية هي مفخرة لدولة الإمارات وللعالم أجمع، والله تعالى أسأل أن يجعل ثوابها في ميزان حسنات سمو الشيخة وسمو حاكم دبي ولجنة جائزة دبي والعاملين فيها على اختلاف مهماتهم، من علم منهم ومن لم يعلم. يا حاملا لكتاب النور أجنحة. ضمن النشاطات التي تنظمها وحدة العلاقات العامة للمتسابقات هي زيارة المعالم الرئيسية في إمارة دبي، وبالأمس تم اصطحاب المتسابقات إلى متحف السلام عليك أيها النبي بمبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا المتحف الذي يلقي الضوء على كل ما يتعلق بحياة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي، إلى محياك في أعراسها القشبي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يغض وجهتك الخضراء. اسمي ما بنت من دولة غيني بيساو، مشاركة في مسابقة فاطمة بنت مبارك، وجئنا لزيارة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه والصحابة. رأينا هناك رائعة جدا، واللواحق والكتب والقرآن والكتابات في اللوح هناك رائعة جدا. شكرا لكم لكرامة أهل القرآن، شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا إسراء عدرا من لبنان. اليوم قمنا بزيارة دار السلام عليك أيها النبي، كان رائعا جدا، يعني لم أرى مثله من قبل. أتمنى لو أبقى في هذا الدار ويعني أحفظ كل شيء فيه، شيء رائع، بارك الله فيكم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم. ندعوكم لحضور فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي على فترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب.